الاسم مختار الخير احمد، رئيس صندوق موازنة الاسعار وحدة مبيعات غات. اليوم وصول اول شحنة من بضاعة السلع الموجودة في سبها على مشهر رمضان، نظرا لظروف متعددة منها قلة الوقود ومنها الايجارات، فهي لأسباب متعددة قعدت في سبها، لكن الحمد لله بالاتفاق مع المجلس التسييري والمجلس البلدي حتى هم مش مقصرين من جانبهم في جانب اللي احنا تكلمنا معهم فيه، زائد المصارف حتى هم وعدوا، لكن لحد الآن ما فيش كلام نهائي، يعني على الأقل على أجرة العمال القطعية زائد النقل. احنا المعاناة اللي نعانوا فيها عدم وجود العهد المستديمة للمكاتب حتى تحل المشاكل الوقتية، وهذه مسألة مفروض تعرض على وزير الاقتصاد والله حتى المدير العام للصندوق كل ارتياح. ولكن احنا اللي نتمنوه الناس الجوبية، الحكومة الليبية، انها في الايام الجاية تحاول ان هذه الشحنات او السلع الغذائية ترسل مباشرة من وزارة الاقتصاد او موازنة الاسعار المنطقة الشرقية الى مكتب موازنة الاسعار غات مباشرة. والحلقة هذه اللي هي التفريغ والتشحين والتحميل من جديد في مكتب سبع، هذه نحاول احنا نتفادوها في الفترة الجاية لكي نضمن وصول هذه السلع في وقت المحدد من حيط طلوعها من المنطقة الشرقية تصل مباشرة الى بلدية غات. ونشكر كل القائمين على هذا المجهود، سواء كان التموين هذا اللي انتم تشبهوا فيه بالمفروض انه هو يجي قبل رمضان، ولكن اهو شوفوا امتى جاء، من شهرين او شهر ونص المفروض يكون واصل. ونشكر الحكومه الليبيه المؤقته، الحكومه الليبيه، وبارك الله فيكم. شكرا.